بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة هنتعلم إزاي نكتب بحث ونبحث عنه عن طريق الإنترنت أو عن طريق الكتاب المدرسي. وقبل الشرح، إن ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. أولا، عشان المشروع بتاعك البحث لازم يكون مقبول، لازم تكون كاتب عنوان جذاب للمشروع، تعرض المشروع بطريقة منظمة، وتستخدم مفاهيم من المواد الدراسية المختلفة، وتلتزم بعدد الكلمات المحدد، عدد كلمات المقدمة وعدد كلمات الموضوع محدد ما يقلش ممكن يزيد، تلتزم بجميع محاور المشروع، مقدمة موضوع نتائج، ونشوف الكلام ده بالتفصيل. بعد كده لازم نراعي القواعد النحوية، ما ينفعش اكتب بحث وبكتب فيه كلمات غلط خطأ املائيا، فانا لازم راجعها كويس وراعي كمان علامات الترقيم. وبالنسبة للي ما عندوش انترنت ومش هيقدر يدخل على المكتبة الرقمية، يمكنه البحث في محتوى الكتب الدراسية الورقية او اي مصادر اخرى متاحة، اي كتاب خارجي عنده في البيت، والمكان اللي هيبحث فيه لازم يكتب المرجع بتاعه، وهنشوف الكلام ده ان شاء الله بالتفصيل. مشروعات الصف الثالث الابتدائي 4 مشروعات. النهاردة ان شاء الله هنكتب عن المشروع الاول اللي هو السياحة، ونشوف السؤال بتاعه. تشتهر مصر بالعديد من الاماكن السياحية، في ضوء دراستك قم باعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي: أهم الأماكن السياحية وما تشتهر به وأهم منتجاتها مثل واحد سيوة والنوبة. ده سؤال عربي. اختر أحد هذه الأماكن ونظم رحلة لها محددا عدد الأفراد ووسيلة النقل المناسبة لهذه الرحلة. وزع عدد الأفراد على عدد الحافلات موضحا عدد الأفراد في كل حافلة، وهنشوف الكلام ده إن شاء الله بالتفصيل. اكتب كلمة ترحيب للسياح باللغة العربية وبإحدى اللغات الأجنبية الأخرى، يعني باللغة العربية وبأحد اللغات الأجنبية. إذا كان التلميذ المدرس إنجليزي يكتب إنجليزي، فرنساوي يكتب فرنساوي. وأهم شيء هنا عدد الكلمات الملخص بالنسبة للصف الثالث الابتدائي اللي هي المقدمة من 20 لـ25 كلمة، الموضوع نفسه من 200 كلمة لـ250 كلمة، الإنجليزي من 8 كلمات لـ10 كلمات. الإرشادات العامة، محاور المشروع، والمشروع هيكون بالشكل ده. أول حاجة في البحث هتتكتب عنوان الموضوع. عنوان الموضوع هنكتبه أول حاجة في أول ورقة في البحث. تاني حاجة كود التلميذ. تاني حاجة كود التلميذ اللي هو رقم التعريفي، كود التلميذ. بعد كده المقدمة الموضوع، مقدمة عن الموضوع، وعرفنا إن هي من 20 لـ25 كلمة. بعد المقدمة عناصر الموضوع. أنا عندي هنا عنصرين، العنصر الأول واحد سيوة والتاني النوبة زي ما هنشوف. آخر حاجة النتائج. أولا نصبر شوية وما نستعجلش في كتابة البحث، ليه؟ لأن أنا معايا لحد يوم كام؟ 15/5. أصبر شوية لحد ما أفهم كويس الموضوع، وفي نفس الوقت لازم ولي الأمر يخلي التلميذ نفسه هو اللي يبحث، يبحث ويكتب الكلمة في البحث، ويحاول يقرأ الموضوع ويسمع عن الموضوع، وبعد كده يكتب بنفسه وبأسلوبه. لازم يكتب بأسلوبه عشان لو نجل من مكان مش هينفع البحث بتاعه. وانا ان شاء الله هسيب لك بحث جاهز هتلاقيه في رابط تحت الفيديو، والبحث ده ممكن تعدل عليه، يعني هسيبه لك وورد ممكن تعدل عليه وتختار اي مشروع انت هتكتب فيه، وان ما عرفتش تعدل عليه ممكن تحمله وتديه لاي حد في سايبر يعدل لك عليه وتكتب اللي انت عايز تكتبه. نبدا على بركه الله. اول حاجه هنختار اسم الموضوع، طبعا السياحه. طيب ده الموضوع اللي احنا هنختار نكتب فيه. طب هنختار له عنوان ايه؟ ممكن نكتب عنوان البحث بلدي جميلة، أو السياحة في بلدي، أو الأماكن السياحية. تحت العنوان هنكتب كود التلميذ اللي هو الرقم بتاعه اللي احنا خرجناه قبل كده، والرقم ده موجود في المدرسة ممكن تجيبه في أي وقت. بعد ما كتبنا الكود هنكتب مقدمة للموضوع، وشرط المقدمة إن هي تكون من 20 لـ25 كلمة. هنكتب مصر تمتلك أفضل الأماكن السياحية في العالم، ويوجد بها الكثير من الآثار، لذلك يأتي إليها السياح من كل أنحاء العالم ليستمتعوا بزيارة هذه الأماكن، وهذا لأن الطقس بمصر معتدل والجو جميل. وخلي بالك كويس إن التلميذ اللي يكتب المقدمة بنفسه، وإن التلميذ يكتب بأسلوبه هو، لازم يكتب بأسلوبه، أي كلام هيكتبه إن شاء الله يكون صح وهينجح في البحث. عناصر الموضوع المختلفة، أنا عندي عنصر الأول واحد سيوة والعنصر الثاني النوبة. السؤال الأول ما يقول لي إيه؟ تشتهر مصر بالعديد من الأماكن السياحية، في ضوء دراستك قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي. وطبعا السؤال ده لازم يكون من 200 لـ250 كلمة، ما يقلش عن 200 كلمة. أول حاجة
أهم الأماكن السياحية وما تشتهر به وأهم منتجاتها مثل واحد سيوة والنوبة. طبعا خد التلميذ واحد سيوة في درس أرض النخيل وخد النوبة في درس أرض الذهب. طيب هنعمل إيه في الوقت ده؟ هو هنا محدد لي كلمة واحد سيوة والنوبة بخط أسود عريض شوية عشان أدخل أبحث عن كلمة واحد سيوة والنوبة. التلميذ اللي ما عندوش انترنت يقرأ الدرسين كويس في أي كتاب عنده مدرسي أو خارجي ويكتب المرجع بتاعه. طب اللي عنده انترنت هيعمل إيه؟ هيخش على الموقع اللي أنا هسيبه لك برضه تحت الرابط ويبحث بالطريقة اللي هوريها لك. هسيب لك الموقع ده تحت الفيديو، هتضغط ذاكر الآن، هيدخلنا على الصفحة دي. هكتب طبعا هبحث عن واحد سيوة او النوبة، اكتب واحد سيوة واضغط على العدسة علامة البحث، يعني جاب لي نتائج كتيرة. طيب انا عايز احدد اللي على الصف الثالث الابتدائي فقط، عشان احدد اللي على الصف الثالث الابتدائي فقط هضغط على كلمة عرض المزيد من الكلمات الدالة وهختار الصف الثالث الابتدائي. هنزل لتحت هلاقي الصف الثالث الابتدائي هختارها. كده حددت نتائج البحث بتاعتي للصف الثالث الابتدائي. هلاقي اول حاجة ارض النخيل تدريب 2، ارض النخيل النص، ارض النخيل مقدمة، ارض النخيل تدريب 1. اي نافذة وافتحها المهم تفيدني في البحث بتاعي. مثلا نختار المقدمة، هنضغط على ابدأ وهيستمع التلميذ. واو، ان مصر بها اماكن سياحية جميلة، وها نحن قد وصلنا الى احدى هذه الاماكن. عشان ما نضيعش وقت لازم التلميذ يسمع ويكتب المعلومات اللي استفادها باسلوبه هو، وفي نفس الوقت يكتب المرجع. احنا هنا المرجع ايه؟ نهضة مصر للنشر، ماشي؟ ده مرجع يكتب في المراجع بتاعته. يبقى كده عرفنا هنبحث ازاي عن الموضوع، وعرفنا لو ما عندناش انترنت هندخل على الكتاب بتاع اللغة العربية العادي معاه في البيت، هيقرا الدرس كويس وهيستخلص منه المعلومات ويكتبها، هيلاقي كل المعلومات موجودة في الكتاب، ما ياخدش الكلام بالنص من الكتاب، لازم يقرا الدرس كويس ويكتب من دماغه، ويحاول ولي الأمر مساعدته في ذلك، لأن التلميذ ممكن ينقل لا احنا مش عايزين نقل، لازم يبحث ويستخلص المعلومة ويكتبها. بعد ما دخلنا وبحثنا المفروض هنكتب عن الموضوع. واحة سيوة تقع في محافظة مطروح، ويطلق عليها أرض النخيل لكثرة زراعة النخيل فيها، وهي واحة خضراء وسط الصحراء، ومن أهم الأماكن السياحية التي توجد بها متحف سيوة والمعبد الفرعوني والقلعة الأثرية. يأتي إليها السياح للتمتع بالسماء الصافية والبساتين الخضراء وسط الرمال الذهبية. ما أجمل واحة سيوة. ألاحظ في علامات ترقيم، ولاحظ الفصل والفصل المنقوطة وعلامة التعجب، لازم أراعي علامات الترقيم في الكتابة. وأهم منتجاتها، من أهم منتجاتها يوجد بها الكثير من بساتين النخيل والزيتون والرمان والبرتقال وعيون المياه المعدنية والبحيرات المالحة، البلح بأنواعه المختلفة والزيتون والرمان والبرتقال. يحاول يكتب التلميذ بأسلوبه هو، ما يعتبر تكلمنا في هذا السؤال عن واحد سيوة. يحاول التلميذ يكتب عن النوبة بالطريقة اللي احنا قلنا عليها عشان الفيديو ما يطولش. السؤال الثاني ما يقول اختر احد هذه الاماكن اللي هي واحد سيوة او النوبة ونظم رحلة لها، محددا عدد الافراد ووسيلة النقل المناسبة لهذه الرحلة. وزع عدد الافراد على عدد الحافلات موضحا عدد الافراد في كل حافلة. هنكتب: ذهبنا في رحلة الى واحة سيوة انا وزملائي لنستمتع بزيارة الاماكن السياحية، وكان عددنا 48 تلميذا، وركبنا في 4 حافلات وكانت كل حافلة تحمل 12 تلميذا. هنكتب العملية الحسابية: 48 على 12 يساوي 4، لأن 4 في 12 يساوي 48. سؤال الإنجليزي، السؤال الثالث اللي هو الإنجليزي من 8 إلى 10 كلمات. زي ما قلنا التلميذ هيختار كلمة ترحيب زي لافتة وهيكتبها للسياح باللغة العربية واللغة الأجنبية سواء كانت إنجليزية أو فرنسية. هنكتب باللغة العربية: أهلا بكم في بلد الحبيب مصر، نتمنى لكم إجازة سعيدة. بالإنجليزية، الإنجليزي أنا ما قلتش حاجات بعيدة عن منهج الطالب. Welcome، Welcome مرحبا، أخدوها وعارفينها، خدوها الترم الأول. Welcome to Egypt، مرحبا بكم في مصر. جبت برضو حاجة من إيه؟ من اللي بيستنبطها الطالب نفسه. ايجيبت عليهم كتير طبعا، مصر كلمة مصر. is good، مصر good كويسة يعني، ما انا بتكلم بلغة تالتة ابتدائي
انا بتكلم بلغه ثالثه ابتدائي وجايب لهم كلمات من قلب الكتاب اللي ايه فيه من قلب الكتاب الانجليزي يعني، يعني الكلمات دي اللي عليهم. وي لاف يو، نحن نحبكم. انا كده برحب بالسياح، فقلت لهم مرحبا بكم في مصر، مصر بلد جميلة اللي هي جدي دي يعني، بعدين نحن نحبكم أو نحن نرحب بكم. كده البحث بالنسبة لك خلص وهتنجح وتمام التمام. تمام، قاعد بقى إنك تنظم البحث. النتائج ممكن أقول معاملة السياح معاملة حسنة، وممكن عدم تلويث الأماكن السياحية. 3، مصر يوجد بها العديد من الأماكن السياحية. المراجع، انا دخلت على موقع التربيه والتعليم هكتب، دخلت على دار نهضه مصر للنشر هكتبه، المكتبه الرقميه هكتبه، ما عنديش انترنت واستخدمت الكتاب المدرسي هكتب الكتاب المدرسي صفحه كذا وهحدد له الصفحه. بكده ان شاء الله نكون انتهينا من المشروع الاول، وانتظرونا ان شاء الله في المشروع الثاني الطاقه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.